السلام عليكم. نجحت عملية تسليم المقرات الحكومية في تعز، وباتت الدولة هي الحاضر الوحيد في تلك المؤسسات التي ظلت رهينة الميليشيا في المناطق المحررة بعد فترة طويلة من تحريرها. وظل سؤال حضور الدولة في المناطق المحررة هو الأهم. يحوي التراث الشعبي العديد من الأمثال التي تجسد فكرة الدولة في الوعي الجمعي، من بينها ذلك المثل الذي يقول: لا تأمن الدولة ولو كانت رماد. وينطبق الأمر تماما على ما حدث في تعز الذي شهد حضورا وإصرارا غير مسبوق للدولة. سند ذلك الإصرار رأي عام شعبي واسع. سيطرت الشرطة العسكرية والقوات الخاصة على المؤسسات الحكومية في المربع الشرقي في انتظار تفعيل تلك المؤسسات وإعادة ترميمها، وهي التي ظهرت كما لو أنها أطلال بلا ملامح وبلا نوافذ. الخطوة المهمة التي انتظرتها تعز فيما يتعلق بحضور الدولة طرحت العديد من التساؤلات، من بينها: ما هو مصير قوات أبو العباس وغيره من القوات؟ هل تتجه إلى المواقع في الجبهات؟ أم تعيد السيطرة على المؤسسات ذاتها بزي عسكري؟ هل تنتصر مدنية تعز على دعاة الانقسام ومساعري العنف والتطرف؟ وهل سيتم تأمين المدينة الآن بعد السيطرة على مربعات الفوضى وتتوقف سلسلة الاغتيالات؟ مشاهدينا الكرام، هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المساء اليمني لهذه الليلة. نشاهد التقرير أولاً. شهد مدينة تعز هدوء نسبي الآن، كانت قد شهدت بعض المواجهات. يقولون إن ما تم تسليمه من مؤسسات للدولة في تعز هي هياكل مباني خاوية. تقول إحدى الروايات أنه تم نهبها، وروايات تقول أنه تم تدميرها ونهبها من قبل الميليشيا الحوثية أثناء المواجهات. وتقول وجهة نظر أخرى أن الدولة تمضي في طريقها الصحيح في تعز، وأن تفعيل حضورها في المناطق الشرقية من المدينة لا تقل أهمية عن تحرير المدينة، وأن المقر الحكومية تم تسليمها رسميا للدولة بحضور وفد رئاسي برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان صالح الزنداني. تعددت الروايات في تعز، لكنها في المجمل روايات تؤكد حضور الدولة في المناطق المحررة في خطوة مهمة تنتظرها تعز منذ فترة، وهي المدينة التي دفعت تكاليف بشرية ومادية ضخمة لأجل الدفاع عن الدولة ومقاومة الانقلاب. بحسب متابعينا، فإن نجاح عملية تسليم المقرات الحكومية في تعز وسيطرة الدولة على مؤسساتها نقلة نوعية في طبيعة المعركة لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، خصوصا بعد استلام القوات الخاصة والشرطة العسكرية مقر المؤسسات الحكومية في المربع الشرقي. نائب رئيس هيئة الأركان أدلى بتصريح بعد وصوله إلى تعز قائلا: إن الاتفاق الأخير بين أبناء تعز كان انتصارا للحكمة والحوار والصمود والمدنية، ونحن سعداء أننا اليوم في تعز، وقد أتينا اليوم إليكم بتكليف من رئيس الجمهورية. يقول مراقبون إن خطة تسليم مؤسسات الدولة وسط وشمال وغرب مدينة تعز تقتضي تسليمها في المرحلة الثانية، وستشمل المعهد التقني الصناعي ومعهد تعز للعلوم الصحية ومركز 14 أكتوبر الصحي، كما ستشمل المقر نقابة الأطباء والصيادلة والمعهد الوطني ومعهد المعلمين والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحكمة الأموال العامة وبنك التسليف التعاوني الزراعي والعديد من المؤسسات. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث عن هذه الحلقة ينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي أحمد شوقي أحمد من تعز، وسيكون معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، هل تسمعني؟ نعم أسمعك بوضوح، هل تسمعيني؟ نعم أنا أسمعك بوضوح. بداية أود أن أسألك، هل نستطيع القول الآن إن جهود تطبيع الأوضاع في تعز أتت ثمارها؟
بخصوص عملية تطبيع الأوضاع، أعتقد أن ما حصل اليوم أثبت بأن كما تفضلتي أن الدولة لا تأمن الدولة ولو كانت رماد، وكذلك أثبتت أن وعي المجتمع في تعز أيضا هو مناصر للدولة وحقيقي في هذا الاتجاه. اليوم تم تسليم 22 مؤسسة أو مقر لمؤسسات ومباني حكومية وأهلية، تم تسليم هذه المقرات قبل وصول اللجنة العسكرية المكلفة بالحضور إلى تعز لمراقبة وتقييم أوضاع الجيش. طبعا كان بحضور عدد من مسؤولي السلطة المحلية وعدد من القادة العسكريين. استلمت قوات الأمن الخاص وقوات الشرطة العسكرية هذه المقار وانتشرت فيها. أيضا شهدنا أن هناك حضور للقوات العسكرية باللباس العسكري، وهذا أعتقد أنه خطوة مهمة رمزيا من أجل تأكيد أن هذه القوات يجب، وهي إلى حد ما أو إلى حد الآن من حيث الشكل هي تابعة لسلطة الدولة، ويجب أن يستمر هذا الكلام أيضا في المضمون، والأيام القادمة كفيلة بتعزيز هذا الكلام وأيضا بالتزام بقية القوات والوحدات العسكرية في الجيش الوطني بتسليم المؤسسات الخدمية والأهلية والحكومية للمكاتب التنفيذية لإدارة هذه أو يعني الهيئات التي تدير هذه المؤسسات من أجل تفعيلها وبدء الحياة المدنية وتطبيع الحياة العامة والانطلاق في تحرير باقي مدينة تعز. نعم، إذا ما هي آلية الاستلام والتسليم مع جماعة أبو العباس أستاذ أحمد؟ طبعا هناك الاتفاق الذي تم توقيعه بين السلطة المحلية من جهة وبين الأطراف يعني أطراف الجيش الوطني من جهة أخرى، والتي قضت بأنه هناك ضرورة أو هناك إقرار بأن تسلم هذه المؤسسات للقوات الخاصة بقيادة العميد جميل عقلان وكذلك للشرطة العسكرية بقيادة العميد جمال الشميري. طبعا آلية التسليم هذه هي ضرورية من حيث ضبط الوضع الحالي لهذه المؤسسات أيضا وترتيب الأوضاع فيها. هناك خطة للترميم ستتم قبل أن تستلم الإدارات الحكومية التي لها المصلحة والحق في استلام هذه المؤسسات يعني مقراتها. سيتم عمل خطة الترميم هذه بموجب التزام السلطة المحلية، ومن ثم ستسلم للجهات المختصة. نعم، إذن ما هي أبرز أو الجهات التي استلمت المؤسسات التي تم إخلاؤها من قبل جماعة أبو العباس؟ أنا كما طرحت لك يعني في حدود معرفتي وعلمي أن هناك الشرطة العسكرية وهناك قوات الأمن الخاص. نعم. قوات الأمن الخاصة هي طبعا كان من المقرر أن تدخل تعز خلال هذه المرحلة، وهي قوات أمنية يعني قوات ضبط وإسناد أمنية، وعرفت يعني خلال المرحلة الماضية بالتزامها العسكري وبتقاليدها التزامها بالتقاليد العسكرية، وكذلك الشرطة العسكرية وهي قوة الضبط في الجيش، وهي قوة أيضا قوة مهمة وقوة يعني مستقلة، وبالتالي هي لها الصلاحية الأولى يعني والأولوية في استلام هذه المؤسسات كما قلت لك من أجل تهيئتها لتسليمها إلى الإدارة المختلفة سواء كانت عسكرية أو مدنية. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ أحمد أن ينضم معنا عبر الهاتف العقيد عبدو أحمد الصغير حمود الصغير رئيس عمليات اللواء 117 مشاة من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. بالعافية. بداية سيادة العقيد، يعني ما الذي تحقق على صعيد فرض هيبة الدولة في استعادة المؤسسات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منذ تقريبا 10 أيام أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز قرارا يقضي ب تفعيلها بشكل رئيسي. توجهت اللجنه الامنيه ومجموعه من اطقم اللجنه الامنيه الى هذه المواقع. حصلت هناك اشكاليات من بعض الجهات ممانعه لذلك، لكن بفضل الله عز وجل تغلب ابناء تعز على هذه الممانعه، وتم اليوم تسليم مجموعه كبيره من المؤسسات الحكومية في المربع الشرقي مربع العظيم، منها قيادة المحور، الشرطة العسكرية، إدارة العام للبنك المركزي، النقطة الرابع إدارة العامة لمجموعة هائل سعيد، الضرائب، المواصلات، البريد. وسلمت اليوم للقوات الشرطة العسكرية والقوات الأمنية القوات الأمن المركزي
والتي بدورها ستؤمن هذه المنطقة بشكل رئيسي لإعادة تفعيلها وإعادة تهيئتها وترميمها لجد بتفعيل هذه المؤسسات. نعم. المدينة. نعم. عقيد عبدو، يعني في البداية كانت هناك لجنة كما تفضلت يعني وكما تابعنا من قبل المحافظة قبل أن تأتي لجنة مكلفة من الرئيس التحالف كما علمنا، مكونة من بعض الشخصيات مثل نائب رئيس الأركان أو مدير الاستخبارات العسكرية وقائد المنطقة العسكرية أيضا الرابعة اللواء فضل حسن وقائد قوات الأمن الخاصة. ما الذي استجد حتى يعني تلحق لجنة أخرى؟ بالفعل وصلت إلى مدينة تعز لجنة عسكرية قيادية كبيرة جدا برئاسة الأخ نائب رئيس الأركان الأخ صالح البنداني وأيضا قائد المنطقة العسكرية ورئيس الاستخبارات اليمنية وصلوا إلى محافظة تعز. التقينا بهم ظهر اليوم وعصر اليوم، كان كلامهم طيبا وإيجابيا، قالوا نحن مع تعز و على الأرض نحن جميعا مستعدين لمساندة هذه اللجنة لبسط هيبة الدولة في جميع مؤسسات الدولة بشكل رئيسي. لابد من إعادة تطبيع الحياة العامة في كثير من المناطق المحررة بشكل عام في المدينة وإعادة تفعيل الحركة الوظيفية في هذه المؤسسات. اللجنة كما سمعنا جميعا، اللجنة أتت بعد ما تم استلام هذه المؤسسات من قبل أجهزة الأمن والشرطة العسكرية. اللجنة لها أيضا برامج أخرى، منها يعني اللقاء بالقوات المسلحة، بزيارة المواقع، بزيارة نطاق مسؤولية في هذا المجال، ليست مخصصة لهذا الجانب فقط وهو إعادة تفعيل مؤسسة الدولة، لأنه قد كان تم بالفعل صباح اليوم استلام هذه المؤسسات. نعم، إذا هذه تعد ربما الزيارة العسكرية الأولى أو الأبرز منذ بداية الحرب، ما الذي تشكله من أهمية؟ لا شك أن زيارة قيادة عسكرية بهذا الحجم لتعز يمثل لنا في الجيش الوطني ظاهرة إيجابية وأيضا دفع معنوي للمضي في استكمال تحرير المحافظة. كنا قبل فترة طلبنا من القيادة العسكرية في عدن وصفين لقائد المنطقة العسكرية ونائب رئيس الأركان لزيارة تعز للتعرف عن كثب عن معوقات العمل العسكري والمعوقات التي تواجه الأمنية العسكرية سواء من حيث الإمكانيات أو من حيث الجهد الكبير الذي تقع على هذه الأمنية. أوعدها أكثر من مرة لتهيئ الفرصة لزيارة تعز، تهيئت الآن بشكل قوي جدا. الزيارة تمثل لنا أيضا توجه صادق من قبل القيادة السياسية وأيضا إخواننا في دول التحالف للاهتمام بتعز في الجانب العسكري وتوفير أيضا إمكانيات للأمنية العسكرية. تعلمين أن الأمنية العسكرية في تعز تعاني كثير من شحة الإمكانيات سواء في الجانب المادي أو الجوانب أو جوانب التسليح العسكري. نأمل أن تخرج هذه اللجنة بكثير من التوصيات في هذا الجانب. نعم، إذا شكرا جزيلا لك العقيد عبد حمود الصغير رئيس عمليات اللواء 117 مشاة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، لو توقفنا قليلا في الموضوع الذي فتحه الأستاذ أو العقيد عبد حمود الصغير، يعني خاصة بخصوص الزيارة العسكرية رفيعة المستوى، برأيك يعني هل تعد هذه الزيارة تعبير عن حجم إسناد يعني الإسناد للمحافظة هذه المرة والتفاف قيادة الدولة العسكرية والسياسية أيضا والتحالف مع المحافظ؟ طبعا هذه الزيارة هي يعني ناتج زيارة أصلا كلفت به هذه اللجنة من قبل الأخ رئيس الجمهورية إلى مقر قوات التحالف في عدن لمناقشة الوضع في تعز من حيث مراقبة عمل القوات العسكرية والتزامها بالنظام والقانون ومن حيث تقييم احتياجات هذه القوات والاطلاع على أوضاعها وعلى ما يجري في الميدان من يعني قتال أقصد مع ميليشيات الحوثي.
بالتالي هذه هي اللجنة جاءت استجابة لمطالب سابقة كما تفضل العقيد عبد الحمود الصغير بزيارة يعني زيارة عسكرية رفيعة المستوى لمناقشة الأوضاع في تعز ومدى يعني احتياجات الجيش الوطني إلى أي حد وكيف ممكن إنه نحن نساعد الجيش الوطني على إنه يعني يمتلك القدرات والإمكانيات اللازمة لاستكمال خطط التحرير والانطلاق فيها. فجاءت المناسبة بهذا الظرف الذي حدث الإشكال الذي حدث خلال الأيام الماضية جاءت مناسبة جيدة يعني أو مناسبة ربما دعت إلى حضور هذه اللجنة أو ذهابها إلى مقر التحالف في عدن والاتفاق على أن تقوم هذه اللجنة بزيارة تعز أولا من أجل مراقبة عملية الاستلام والتسليم وثانيا من أجل كما قلت تقييم الأوضاع والرفع بالاحتياجات اللازمة بحيث أن يكون التحالف قصدي ملتزم يعني بتوفير هذه الإمكانيات من واقع يعني لجنة محايدة وموجودة على الأرض ويعني رفيعة المستوى. نعم. فهذا كان الهدف من عمل اللجنة وهو أيضا من حيث قصدي تداعياته أيضا هو يسند سلطة الدولة وسلطة المحافظ وسلطة القانون في تعز وهو أيضا جاء بعد أن تم تسليم هذه المقرات تم وصول اللجنة وهذا يشير أيضا أن هناك الحافز موجود لدى أبناء المحافظة ولدى القوى العسكرية والمدنية. نعم أستاذ أحمد يعني هل هناك تخوفات من قوات الأمن الخاص يعني تحدث ربما عنها الكثير خصوصا أن هذه القوات ليست واضحة حتى اللحظة؟ تخوفات من أي نوع مثلا؟ القوات الخاصة هم يعني تشكلوا من يعني بعض الأفراد أو مجموعات من الأفراد من العسكريين السابقين. نحن لا نفترض أن يكون الجيش يعني الجيش السابق أو الجيش الذي كان موجود هو كله مع علي عبد الله صالح، هذا بالتأكيد. نحن هناك قيادة عسكرية مع علي عبد الله صالح وهناك حتى أفراد محسوبين على نظام علي عبد الله صالح وأسرة علي عبد الله صالح وورثة علي عبد الله صالح، لكن في المقابل هناك أيضا قادة وطنيين ونحن قادة الجيش الموجودين كلهم كانوا موجودين ضمن الجيش السابق. بالتالي تشكلت هذه القوة من أفراد نظاميين لديهم التزام بمبدأ الشرعية، لديهم التزام بالقوانين والنظم. القائد جميل عقلان يعني هو من القادة المعروفين بالتزامهم وبانضباطهم العسكري يعني ولائهم للدولة، يعني فكرة الدولة حاضرة في ذهنه بشكل كبير، وبالتالي هذه قوات نظامية يفترض أن نستفيد منها ونستفيد من تجربتها ومن التزامها في أن نعزز أيضا حضور الدولة في تعز. كذلك هي القوات الخاصة أقصد هي قوات أمنية، وبالتالي نحن في تعز نعاني من إشكال أمني كبير، فدخول القوات الخاصة يعني انطلاقها وانتقالها من يعني أرياف تعز أو الضواحي تعز إلى داخل المدينة هو مسألة هامة، وهو أيضا أقصد السلطة المحلية والقوى المؤثرة كانت تطالب بهذا الدور لأنها الأكثر انضباطا كما اتضح، وهناك حاجة أيضا لتأهيل القوات الموجودة مع نظم القوام الجيش الوطني بحيث أن نخرج من دائرة هل هو جيش يعني كامل من حيث التدريب والتأهيل والالتزام والانضباط والعقيدة القتالية أو هناك اختلالات، يعني تدريب هذه القوات وتأهيلها وتزويدها بالسلاح اللازم والتمويل اللازم، هذه قضايا يجب أن تحل في القريب العاجل وينبغي ألا تتأخر أكثر من ذلك لأن الوضع في تعز لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، وما حدث خلال الأيام الماضية كان بسبب ترحيل مشكلات الجيش لفترة طويلة. نعم لكن يعني كان سؤالي ربما أستاذ أحمد حول القوات الخاصة ويعني تخوف الناس منها، أنت سألتني من أي يعني من أين يأتي التخوف ربما يعني لأنها قادمة من خارج المحافظة لا شكل واضح بالنسبة لهم لها، من هي هذه القوات الخاصة التي أتت لاستلام هذه الأماكن، يعني مثل هذه الأمور يعني ألا تكون يعني وجه آخر للحزام الأمني، هذه هي يعني ربما التخوفات التي يتحدث عنها الشارع. في الحقيقة القوات الخاصة ليست طارئة، القوات الخاصة موجودة في تعز ربما منذ عام أو عامين لا أتذكر بالضبط، موجودة وهي من حصنت يعني وحمت وأمنت الطريق من الضباب إلى مدينة التربة وهي مشاركة أيضا في تأمين مدينة التربة، وبالتالي نحن لدينا تجربة لهذه القوات وسلوكها الأمني وانضباطها العسكري. السقف الذي تعمل في إطاره القوات الخاصة هو سقف السلطة الشرعية، ليس هناك سقف أكبر من ذلك. جميل عقلان يعني قائد عسكري محنك ورجل دولة، سواء يعني كان هناك اتفاق على الأساليب أو الأفكار مثلا في معالجة المواضيع أو عدم اتفاق،
في النهاية نحن لدينا قاعدتين، القاعدة الأولى الولاء للسلطة الشرعية وممثليها في المحافظة يعني تنفيذ الأوامر، والقاعدة الثانية هو أن هذه القوات تلتزم بالمعايير العسكرية وبحماية المواطن أيا كان هذا المواطن، سواء كان يعني في هذا الحزب أو ذاك الحزب أو هذا التيار أو ذاك التيار. في النهاية ما دام في إطار المنطقة المحررة كل مواطن من حقه أن يحصل على الحماية، ومن حقه أن يحصل على القانون أن يسلك يعني أن يكون القانون منفذا عليه وعلى غيره. وبالتالي ما دام الالتزام بهذين الشرطين لا حاجة هناك يعني لتسييس الموضوع أو أن ندفع بالقوات الخاصة وكأنها يعني لديها ارتباطات أو ولاءات أو يعني شكوك. في الحقيقة ليس هناك أي معلومات واضحة حول هذه المسألة، وليس هناك حتى أي مكاشفات معلنة أو حتى خفية حول هذا الموضوع. نعم. إذن برأيك هل سنشهد يعني تطبيع لعمل المؤسسات التي تم استلامها وعودة الحياة المدنية للمناطق المحررة؟ والله هذا يعني يعتمد على أبناء تعز، وحسب ما نرى أو نسمع حاليا، نحن جميعنا أبناء هذه المدينة ونتكلم بأننا نريد الدولة ونريد الحياة المدنية وتطبيع الحياة العامة. الوقائع التي أو المواقف التي ستأتي والظروف التي ستأتي هي التي ستثبت هل نحن ملتزمين بما نقوله ونعلن من شعارات أم لا. طبعا بطبيعة الحال عودة ترميم المؤسسات وعودة العمل فيها هذا سيخلق يعني حياة مدنية وسيطبع الحياة المدنية في تلك المناطق، وهي عموما لم تكن يعني بذاك الشكل المناطق مغلقة تماما، بالعكس كان هناك حركة وكان هناك حياة، ونحن نمر من هذه المناطق يوميا باختلاف آرائنا السياسية وتوجهاتنا، ويعني لم تحدث أشياء كبيرة لكن جرائم انفلات أمني أكثر يعني في الغالب. لكن الآن التحدي الذي سيكون هل هناك يعني الحملة الأمنية وليست اللجنة الأمنية، الحملة الأمنية هل ستستكمل مطاردة الخارجين عن القانون وستقبض عليهم، وهل سيؤثر هذا في تضييق الخناق على المواطنين في تلك المناطق، هل ستتسع المواجهات أم ستكون مواجهات محدودة في إطار مطلوب أمنيا. أقصد إذا خرجنا من زاوية التسييس سنصل إلى هذه القناعات، وسيكون كل طرف عسكري هو مواجه من الرأي العام على اختلاف يعني قناعاتهم الحزبية والسياسية. أما نعم. إذا دخلنا بمناكفات سياسية ويعني تقييم مسبق أعتقد أنه سيخلق استقطاب ومشكلات. نعم. دعني أنقل هذه الأسئلة وغيرها. معنا العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم الجيش الوطني واللجنة الأمنية عبر الهاتف من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الخير عليك وعلى الضيف الكريم والسادة المشاهدين جميعا. نعم. بعد أن شهدنا تسليم بعض المؤسسات الدولة سيادة العقيد، نود أن نتساءل هل تم تسليم كافة مؤسسات الدولة؟ الحقيقة في المربع الشرقي للمدينة نستطيع القول أن معظم المؤسسات والمقار الحكومية وحتى الخاصة تم تسليمها للجنة الأمنية ومن القوات الخاصة والشرطة العسكرية واللواء الخامس حماية رئاسية، وتم الانتشار في هذه المباني وإن شاء الله وتأمينها وحراستها من قبل اللجنة الأمنية، وإن شاء الله تفتح أمام الهيئات والمؤسسات الحكومية أو الأهلية للعودة لممارسة مهامها ونشاطها من هذه المقاعد. نعم. كان هناك تساؤل طرحه ضيفنا عبر الأقمار الصناعية أحمد شوقي الصحفي يعني عن الحملة الأمنية، هل برأيك ستكمل عملها ومطاردة الخارجين عن القانون؟ هذا هدف رئيسي من أهداف الانتشار والتواجد في المربع الشرقي وبقية، لأن نحن نريد تعز أن تكون مربعا أمنيا واحدا وأن تكون هناك انتشار أمني لكل الفصائل الأمنية سواء في الأمن العام أو شرطة النجدة أو الشرطة العسكرية أو الأمن الخاصة، ألا يتم عرقلة جهود الحملة الأمنية واللجنة الأمنية في تعقب المطلوبين أمنيا، بل التعاون في تسليمهم و يعني تسهيل الوصول إليهم، وهذا كان هدف رئيس ألا تكون هناك في تعز أي أوكار أو مناطق خارجة عن سيطرة الدولة أو عن
لا تستطيع الدولة أن تصل إليها. هذا هدف رئيس من أهداف اللجنة الأمنية والحملة الأمنية، وإن شاء الله بإذن الله أن نتوصل جميعا في الوصول إليه. نعم، إلى أي مدى كان تجاوب الطرف الآخر جماعة أبو العباس يعني، وهل ستنضوي في صفوفها العسكرية التي سجلت ورقمت فيها وتنخرط في معركة تحرير المحافظة تحت قيادة الجيش الوطني؟ أيضا هذا هدف رئيس أن يكون هناك قيادة عسكرية واحدة وأن تنضوي تحتها كل التشكيلات وأن تندمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني اندماجا حقيقيا وفعليا، وأن تكون هناك يعني تقسيم لمسرح العمليات إلى قطاعات معينة، وأن تلتزم قطاعات الجيش والألوية العسكرية بمسرح عملياتها، وأن تكون يعني تقوم بمهامها الموكلة في الجبهات المحددة لها، وإن شاء الله هذا سيكون بإذن الله تعالى، لأن النية عند الجميع والهدف هدف الجميع هو يتلخص في هدفين رئيسيين، الهدف الأول والرئيس هو القضاء على هذا الانقلاب وعلى هذه الفئة الباغية التي يعني الميليشيات الحوثية الانقلابية، ثم الهدف الثاني وهو هدف استعادة مؤسسات الدولة و عودة المؤسسات الحكومية والرسمية إلى العمل، وأي أفراد أو لابد أن يعملوا تحت عباءة الدولة وتحت مؤسسات الدولة الرسمية، وأن تكون الدولة هي المظلة والحاضنة والراعية للجميع. نعم، إذا في حال تم حل مشكلات الجيش وفرض السيطرة أيضا والترتب بالجيش، ما تأثير ذلك على تحرير المحافظة؟ الحقيقة كما قلت أنا سابقا أن الميليشيات الحوثية تعمل على يعني نستطيع أن نقول أنها تستمر حتى الآن في المواجهة نتيجة عاملين رئيسيين، العامل الأول هو جهل أتباع الحوثي، والعامل الثاني هو الانقسام وفي صفوف المناوئين للحوثي، وبالتالي الميليشيات الانقلابية تستفيد كثيرا من حالة الانقسام والاختلاف في صفوف المناوئين وفي صفوف الشرعية، وبالتالي توحيد الجبهة الداخلية وخضوع الجميع للقيادة مركزية واحدة و ظهور القيادة العسكرية بالحزم والحسم والضبط والرابط ويعني بكفاءة ومقدرة عالية ومهنية سيساهم كثيرا إن شاء الله بإذن الله في تحرير ما تبقى من أجزاء في مدينة تعز، وسيكسر هذا الحصار الظالم الذي تعيشه المدينة منذ ثلاث سنوات. نعم، إذا شكرا جزيلا لك العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم الجيش الوطني واللجنة الأمنية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إذا أستاذ أحمد، أنت أستاذ المشاهدين، اسمحوا لنا بالذهاب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، كان من شروط وآليات الحل أو الاتفاق الأمني هو إلزام كل القوات الموجودة بالمدينة بالتحرك نحو جبهات القتال واستكمال تحرير المحافظة، ربما هذا البند يفتح الباب أمام الكثير من الأسئلة، هل تتوقع أن تستجيب الأطراف المعنية بالعودة إلى صفوف المعركة؟ طبعا المتوقع منها مبرر اصلا وجود هذه القوات العسكريه هي ان تقاتل وتدافع عن الناس في تعز ضد الميليشيات الحوثيه وضد اي عدو اخر قد يستفيد من هذه الاوضاع، سواء كان مجموعات خارجه عن القانون او مجموعات ارهابيه.
فهذا واجب الجيش ويجب أن يقوموا بهذا الواجب، وهم قابلوا بلاء حسنا وكبيرا جدا يعني خلال السنوات الماضية الثلاث، وكان لهم أدوار مشرفة في الحقيقة. وحينما نتحدث أيضا نحن عن الجبهة الشرقية، نحن نتحدث عن أقوى جبهة كانت تتعرض للقصف بشكل شبه يومي في تعز، جبهة تستنزف فيها من الطاقات ومن القدرات ومن الجهود ومن الذخيرة ومن الأفراد ومن أكبر من باقي الجبهات الأخرى. وبالتالي يجب وينبغي أن تعود يعني القوات المسلحة والجيش لمهامه في محاربة ميليشيا الحوثي واستكمال عملية التحرير، سواء كان هذا الاستكمال عبر خطة موضوعة موجودة أو كان عبر الدفاع اليومي والقتال اليومي والهجوم اليومي يعني ضد الميليشيات الحوثية. فغير هذا الكلام ليس مقبولا، ليس مقبولا لا من الشارع ولا مقبولا من حواضن هذه القوى، ولا مقبولا من الأحزاب، ولا مقبولا من أحد، ولا من السلطة الشرعية ولا من غيره. مهمة هذه القوات هي أن تقاتل الأعداء الخارجيين وكائنا من كانوا من يستهدفون المدنيين والمواطنين. نعم، إذا برايك ماذا سيحدث بعد التسليم، أو ما هي الخطوة القادمة التي يجدر اتباعها؟ المتوقع أن يتم تسليم باقي المرافق الموجودة أيضا لدى قوات الجيش، يعني معنا الآن مرافق خدمية ومرافق مدنية في المدينة، في وسط المدينة ومناطق أخرى أيضا. يجب أن يتم تسليم هذه المرافق، خصوصا وأن هذه المرافق أولا هي مرافق مدنية، وبالتالي حاجة الناس لها، يعني مثلا مكتب التربية، المدارس في المدينة، المرافق الأمنية، المكاتب، يعني مكاتب حكومية مثلا كمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، أو مكتب مثلا المغتربين أو غيره أو كذا. هذه المكاتب الآن تستأجر مقرات لها فيما مقراتها مسيطر عليها من قبل قوات الجيش. كنا في بداية الحرب ربما بحاجة لمثل هذا العمل، مثلا للمرافق الخدمية وخصوصا التي لها يعني سعة مثل المدارس وكذا، من أجل التدريب وتمرين القوات. لكن الآن نحن الآن في مرحلة أفضل، هناك أيضا مساحة، أقصد مساحة موجودة يعني محررة الآن يمكن الاستفادة منها، سواء في الضواحي، في الريف، في كذا، بديل عن هذه المرافق من أجل أن تعود الحياة التعليمية والحياة الطبية والصحية والخدماتية في محافظة تعز، وتتطبع الأوضاع أكثر وتعود الدولة بشكل أفضل. نعم، إذا يعني ربما تحدثنا جميعا أستاذ أحمد، الإعلام والصحافة والناشطين المدنيين والكثير، عن أهمية هذه الخطوة منذ يعني تحرير المحافظات، دمج المقاومة أو أفراد المقاومة مع الجيش. ربما تم الإعلان عن فور إعلان تحرير يعني أجزاء كبيرة من المحافظة، ولكن للأسف الشديد لم يتم الدمج الفعلي على أرض الواقع. هل تم استيعاب أهمية مثل هذه الخطوة وسيتم تلافي ما حدث؟ هو ما حدث طبعا صنع هزة في الوعي، لأنه الناس في لحظة من لحظات الأزمة الخانقة التي مروا بها خلال 3 سنوات، ربما البعض فقد البوصلة للحظات، لوقت بسيط، وبدأ يشعر يعني الحنق والاحتباس الموجود وجه ربما الحركة والمسار بشكل خاطئ. لكن ما حصل الآن من أقصد المضاعفات التي حدثت مثلا من بعض الخلافات أو الجدل المصاحب لعمل الحملة الأمنية وتداعياته، جعل الناس أيضا يشعرون بخطورة هذه المسألة واستمرارها، عدم استكمال دمج قوات الجيش الوطني بشكل كامل. يعني أيضا المسألة تأهيل وتدريب هذه القوات، أنا كنت قبل سنتين أو سنة ونصف تقريبا في أحد المراكز التدريبية التي كانت تابعة للواء 35 مدرع، وعايشت كيف أن تجربة مثل هذه لم تحظى بالدعم ولم تحظى بالاهتمام إطلاقا. عايشت يعني قضيت معهم يومين من أجل إلقاء محاضرة حول يعني في التوجيه المعنوي، ويعني متنا جوع، في وضعهم كان سيء جدا، المعسكر بلا تمويل، ليس هناك يعني حتى مصروفات اقصد فرديه يعني يوميه، لا لضابط ولا لقائد ولا لعسكري ولا لاحد. نعم، وهذا ربما ما تشكي من دائما محافظة تعز من الإهمال العسكري، وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن هذا الموضوع، ليس فقط في اللواء 35 وإنما في كثير من الألوية. اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ نجيب قحطان، مدير مكتب الإعلام بتعز، عبر الهاتف من هناك. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور والعافية سيدتي العزة، أهلا بك معنا. كما يبدو أن مساعي المحافظة والقيادة أيضا أثمرت في استعادة بعض مؤسسات الدولة من قبل جماعة أبو العباس، هل نستطيع القول أن الدولة الآن باتت يدها مبسوطة أو يعني على المدينة ورؤيتها واضحة؟
معنا سيدة العزيزة، منذ تولي محافظة تعز إدارة السلطة المحلية في هذه المحافظة، وهو يبذل كل جهد من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإعادة تطبيع الحياة في محافظة تعز، وبالتالي أثمرت كل تلك الجهود بنتائج إيجابية. لم يكن ما حقق اليوم إنجازا، بل هو المرحلة الأولى في مراحل تحقيق الإنجازات المتوالية بإذن الله على محافظة تعز، بحيث تم اليوم استلام 20 مركز ومقر حكومية ومؤسسة في المربع الشرقي لمحافظة تعز. وبإذن الله ما هو أهم من ذلك أن لا يتم فقط الاستلام ومن ثم القعود، بل علينا في السلطة المحلية أن نبدأ نفكر بعملية ترميم هذه المؤسسات التي تم استلامها والمقر الحكومية، وإعادة تأهيلها بحيث تصبح جاهزة للعمل وانتقال المكاتب الأصلية لمباشرة الأعمال في داخل هذه المقرات، وبالتالي حتى نستعد وننطلق للمرحلة الثانية والثالثة بتسليم كافة المقر الحكومية والمؤسسات الحكومية والخاصة تعز، لتصبح محافظة تعز مربعا أمنيا واحدا يخضع لإشراف السلطة المحلية وللجيش الوطني. نعم، إذا ما هي الخطوة التالية على مستوى المحافظة في إنعاش الحياة واستتباب الأمن في هذه المربعات التي كانت بؤرة توتر طيلة الفترة الماضية؟ طبعا لن تتحقق الخطوة الثانية إلا كما قلت بإعادة ترميم هذه المؤسسات والمقر الحكومية وإعادة تأهيلها والبدء الفعلي والفوري بانتقال المكاتب والأجهزة الأمنية إلى هذه المقار والبصر عليها وممارسة عملها الحقيقي من داخل هذه المقار والمؤسسات. وبالتالي إن استطعنا أن ننجز هذه الخطوة سنكون حققنا بما نسبة 80% من تطبيع الأمن وتثبيت الأمن والاستقرار في هذه الأحياء وفي تلك الأماكن وفي المربع كاملا. وبدون إعادة ترميم وتجهيز هذه المؤسسات والانتقال الفعلي إلى هذه المقار نكون ربما استلمنا فقط مجرد مباني خاوية ستزيد أضعافنا ستزيد تعبنا وأضعاف السلطة المحلية، وبالتالي فإنه لن نستفيد فقط من استلام المقرات الحكومية إذا لم يتم التفعيل الحقيقي وبدء ممارسة العمل الحقيقي من بين ومن داخل هذه المقار والأجهزة. نعم، إذا ما هو المطلوب من أجل تفعيلها أستاذ نجيب؟ يعني هل استلمتم فقط المقرات دون توجه حقيقي لتفعيل وتطبيع هذه المؤسسات وإعادتها للعمل؟ نعم يا سيدتي، يجب البحث عن دعم حقيقي سواء من الحكومة ومن دول التحالف أو من الدول الخارجية لتفعيل يعني لدعم ترميم وتجهيز هذه المؤسسات وإعادة تفعيلها حتى فعلا تتمكن تعز من الانطلاق نحو العمل المدني ونحو الخطوة. نعم، يعني هل يعقل أن تفتقر المحافظة للدعم المادي رغم توجه يعني إرسال اللجنة من قبل رئيس الجمهورية ومتابعة الأمر لدعم المحافظ والمحافظة أيضا للنهوض بهذه المؤسسات؟ ما الحكمة أن تستلم مؤسسات مجرد أبنية فارغة لا عمل فيها؟ نعم، قبل فترة تم إقرار موازنة إعادة البناء في محافظة تعز لبعض المؤسسات والمكاتب، وبالتالي علي السلطة المحلية أن تزيد من همها ومن مطالبتها باعتماد أيضا مبالغ إضافية في إعادة البناء لهذه الأجهزة والمقار الحكومية حتى فعلا تتجسد حقيقة النجاح من السيطرة على هؤلاء تلك المؤسسات والأجهزة واستتباب الأمن في هذا المربع وفي غيره من المربعات الأخرى. لابد أن تجتحد كل الهمم سواء على مستوى الأحزاب السياسية، على مستوى السلطة المحلية، على مستوى الحشد المجتمعي، بأنه لابد من إعادة ترميم وتجهيز هذه المقار بشكل سريع وإيجابي دون الإبطاء ودون التأخير حتى يتحقق فعلا الهدف الحقيقي من استلام هذه المقار والمؤسسات والسيطرة عليها. وبدون ذلك فعلا نكون لم نحقق أي إنجازا، فاستلام المباني دون تفعيلها لا يحقق أي إنجازا. نعم، ونحن نرجو يعني أن تثمر هذه الجهود بشكل إعلاني أكثر مما هو شكل فعلي. صحيح، للعمل الحقيقي. نعم، نرجو أن تثمر هذه الجهود أستاذ نجيب يعني ويعني تلحق بخطوات أهم بمستوى يليق بمحافظة تعز. شكرا جزيلا لك نجيب قحطان، مدير مكتب الإعلام بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ أحمد، هل يعقل أن تترك المحافظة دون دعم وإسناد مادي حقيقي لتفعيل هذه المؤسسات؟ ما الحكمة يعني أن تستلم هذه المقرات دون دعم لتفعيلها؟
هو المحافظ طبعا منذ مجيء المحافظ الدكتور أمين محمود بدأ هو بالتواصل مع الحكومة الشرعية ومع التحالف أيضا بتصريح وبموافقة الحكومة الشرعية في مسألة دعم وضع محافظة تعز. تسلم الدكتور أمين قبل نحو شهر ونصف أو شهرين مبلغ 2 مليار لإعادة ترميم المباني الحكومية، وبالتالي الآن نحن في هذا الموضوع قد نحتاج لدعم إضافي، لأنه ربما مبنى واحد يعني يسيطر على ربع المبلغ هذا، بحكم أنه في مباني ضربت كليا ودمرت كليا. فنحن نتحدث عن حاجة للترميم وحاجة لتفعيل هذه المؤسسات، ونتحدث عن احتياجات أخرى لمحافظة مدمرة كليا، يعني محافظة محاصرة ومقصوفة خلال 3 سنوات بشكل منتظم ومستمر، ليست جبهات يعني متوقفة ولكنها جبهات نشطة. وبالتالي ما هو موجود الآن يمكن أن نعمل عليه، ليس هناك توقف في هذه العملية، ولكن في نفس الوقت أيضا نحن نتحدث عن مسألة تطبيع الحياة العامة، ونتحدث عن مسألة عودة المؤسسات، نحن أيضا نتحدث عن مرافق يعني مؤسساتية خدمية علمية طبية مكاتب تنفيذية غيره لم تقصف وما زالت أيضا تحت سيطرة وحدات عسكرية، وهذه المرافق يجب أن تفعل بشكل رئيسي، لأنه هذه المرافق لا تحتاج إلى ترميم ولا تحتاج إلى إضافات كبيرة جدا كونها لم تتعرض للقصف ويمكن الانتفاع منها. وفي نفس الوقت أيضا يجب أن تتم عملية ترميم المرافق التي تم تسليمها في الجهة الشرقية والتي تعرضت لأضرار بسبب القصف، ويجب أيضا تفعيل عمل القوى العسكرية في تلك المنطقة. أنا أعتقد من خلال يعني معلوماتي أن هناك سعي حثيث من أجل ترميم هذه المرافق بأسرع وقت ممكن من أجل عودة الأجهزة الأمنية والعسكرية لممارسة نشاطها، وأيضا جزء من أهداف عملية التسليم في لهذه المرافق هو أن تعود هذه الأجهزة إلى العمل في مرافقها السابقة والتي كانت تعمل من خلالها، وكي يسمح لهذه الأجهزة أيضا بأن تكون قادرة على الحركة في مختلف يعني المناطق أو المربعات في تعز، أو كما تفضلوا الإخوة أن تصبح تعز مربعا أمنيا واحدا، ليس هناك منطقة خارج السيطرة أو هناك منطقة تحتاج إلى مزيد من التفاوض أو العراك أو الجدال أو القتال أو غيره. وهذا خطوة إيجابية، لكن نحن نحتاج فعلا أن يلتزم الجميع بنفس الفكرة هذه وأن تسلم المرافق الأخرى، بحيث أن يكون هناك التزام أخلاقي أمام الشعب أمام الشارع الذي يحاكم الجميع ويقرر من هو الذي كان يعني ممتثلا للدولة ومن هو الذي لا يمتثل للدولة، وبنفس الوقت تعود تعز إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن. نعم، إذن يعني ما مدى تقبل الناس أستاذ أحمد واحتياجهم أيضا للأمان قبل رمضان، خاصة في المناطق المحررة التي يعني شهدت اضطرابات عديدة طيلة أشهر ماضية والتي كان مفترض أن تكون أنموذجا مغايرا للمناطق، في دقيقة إن تكرمت. طبعا مسألة الأوضاع الفوضوية لا يرضى بها أحد، وإذا كان هناك من يرضى بها لمبررات ذاتية أو فئوية أو حتى يراها من وجهة نظره جيدة، فالجميع أكيد أو الأغلبية أكيد لن يرضوا بهذه الفوضى، ومسألة الدولة هي ستسعد الجميع وسترضي الجميع. وأعتقد أن الحاضنة الشعبية الموجودة في تعز خلال الفترة الماضية أيضا شكلت حالة ضغط حتى من خلال صمتها، يعني إعرابها عن إحباطها من هذا السلوك الذي حدث خلال الأيام الماضية، واليوم تم الانتصار لفكرة هؤلاء الناس ولتضحياتهم، ويجب الآن أن يعني نكرم أنفسنا ونكرم الناس بمزيد من العقل والتروي والوعي، ونعرف أن مسألة القوة استخدام القوة أو استخدام أجندات أخرى غير الأجندة الأخلاقية والوطنية التي تمس الناس هي ستضرنا بالدرجة الأولى وستنهي أيضا قوتنا وتأثيرنا على المجتمع. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد شوقي، أحمد الصحفي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.